اليوم واحد ليا الشرف اني نحضر لهذا الكاتريام كونغري ديال الكوتش والكوتشينغ سبورتيف. هاد الدوره هادي فهي دوره متالقه ومزيانه، لان من غير لو كوتي ديال الكوتشينغ هناك لو كوتي ساينتيفيك مع عده خبراء كامراض اطباء ديال العظام وديال التغذيه، وكان الدور ديالي كطبيب ديال القلب باش نقدموا مجموعه من النصائح. الو شنو شفنا؟ انه اول حاجه خص ضروري باش ينجح هادشي ديال الكوتشينغ خص يكون واحد التعاون من ناحيه جميع الفئات، باش حيت لا اطباء التغذيه لا اطباء القلب لا اطباء ديال الترويض الطبي يكونوا متعاونين بيناتهم، انه اللي شاف شي حاله مثلا شي كوتش عنده انه يكون دورو بيناتهم. هادي اش نقدم لنا نصيحه. الحاجه الثانيه اللي كنا اهم ما برز في خلال هذا، هناك بعض القوانين وبعض النصائح اللي تم تقديمهم بالنسبه للناس اللي ما قدروش يحضروا، فضروري من اي واحد جاي باش يدير دو كوتشينغ يتريني خص نسولوه على العوامل ديال الخطوره ديال القلب، لان ماشي بحال واحد عنده 55 سنه في مرض سكري وارتفاع الضغط الدموي بحال واحد عنده 20 سنه. ف نعرفوا شنو هما الاسئله. الوقت ديال اول حصه فهو وقت مهم كنتعرفوا عليه الواحد على السوابق الطبيه ديالو، على شنو هما الاهداف ديالو، شنو باغي، شنو يتسنى. قمنا عاوتاني بالتعريف شنو هو الرياضه عكس الخمول، وفي الاخر الحمد لله قدمنا مجموعه من النصائح اللي نقدروا نلخصهم على شكل 10 ديال النصائح بالنسبه للناس اللي كيديروا الرياضه. نصائح ديال القلب ديال الناس مثلا كالعلامات الخطوره خلال الرياضه بحال الحريق في الصدر او الضربات، كيفاش خصنا نشربوا الماء خلال الرياضه، انه ما خصناش التدخين ساعه قبل وجوج سوايع من بعد، انه مجموعه من النصائح اللي غادي تبان وتشوفوها هنا معنا.